نظم عدد من التجار وأصحاب شاحنات أمام بوابة منفذ الشلامجة الحدودي تظاهرة احتجاجا على قرار مديرية الجمارك العامة والقاضي برفع إجور الوزن إلى 10 أضعافها. المتظاهرون عبروا عن استيائهم مطالبين الحكومة بالتدخل وإلغاء هذا القرار الذي تسبب بفقدانهم مصدر رزقهم الوحيد. هذا القرار شبه الإرهاب، يعني الإرهاب يطقك بطلقة يقتلك، هذا يموتك جوع يموتك. هجة العالم هاي كلها طلعت، هذا الجراج مال السيارات اللوريات وفر الكاميرا علي باوع، كل شيء ماكو منفذي بس. يعني قبل يدفع له 36,000 هسه لازم يدفع 360,000. ومع الوعود التي تطلقها الحكومة لمعالجة مشكلة البطالة، ها هي تتسبب من جهة أخرى برفع نسبتها عبر قراراتها تلك، والتي تسببت بضياع أكثر من 600 مليون دينار عراقي يوميا فقط من منفذ الشلامجة الحدودي. ما يهمنا اليوم هو عدم الاكتراث بما وقع وعدم الاستماع إلى مطالب الجمهور، فإن هناك حراك شعبي كبير وواسع، وهذا الحراك حقيقة مخيف. ما اعتبرت لجنة المنافذ الحدودية بمجلس محافظة البصرة أن قرارات إدارة الجمارك العامة غير مدروسة ولا يهمها مصلحة المواطن البصري. وبعد أن كانت تمر عبر هذا الطريق المؤدي إلى إيران عبر منفذ الشلامجة الحدودي والخاص بالشاحنات، كانت تمر أكثر من 700 شاحنة يوميا قبل صدور قرار رفع إجور الوزن، أما حاليا فيكاد يكون متوقفا ولا تمر منه سوى 10 شاحنات يوميا من منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة. أيمن الشيخ، الشرقية نيوز.